السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أتباعه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك لو شئت لجعلت الصعب سهلا. عندنا بقى إن شاء الله يا جماعة في الفيديو ده والفيديو اللي جاي الـ muscles of the superficial group of the back of the forearm. طبعا أنا كالعادة حطيتها لكم في جدول جميل قوي. بيني وبينكم الـ muscles دي عشان تتحفظ أحسن حاجة تذاكر الجدول بالطول. يعني إزاي؟ هو ده الجدول بتاعنا، فنحفظ الأول أسماء العضلات كلها، وبعدين الأورجن هتلاقيه سهل كله ورا بعض، الإنسيرشن سهل كله ورا بعض، وبعدين بقى نبقى نشوف الأكشن. ماشي، تعالوا نعرف المسلز دي بقى أسماءها إيه. المسلز دي زي بالظبط المسلز of the front of the forearm، متوضبة from lateral to medial، وطبعا ده الصباع الكبير يبقى ناحية lateral aspect، وده اللي ناحية الصباع الصغير يبقى ده medial aspect. Superficial group of the front of the back of the forearm دول متوضبين الموست lateral muscle، وأعلى مصل في الأورجن فيهم. عضلة واخدة أورجن منين؟ من الأرم. وأنت عارف الأرم يعني بريكيوم، فهتبقى اسمها براكيو عشان طالعة من الأرم أهي وطالعة من الهيومرس. نازلة عشان تبقى انسيرتد فين؟ نازلة عشان تبقى انسيرتد في الحتة الزرقاء دي. انسيرتد في الراديوس. يبقى العضلة دي اسمها ايه حسب الأورجين والإنسيرشن بتاعها؟ براكيو ريدياليس. فدي الموست لاترال مصل، وأعلى مصل اهي في الأورجين فيهم براكيو عشان طلع من البراكيوم، وريدياليس عشان إنسيرتد في الريديس. ورا البراكيو ريدياليس على طول بقى في الترتيب هلاقي العضلة ده هي. العضلة دي يا جماعة extensor ولا flexor؟ زي ما احنا عارفين all muscles of the back of the upper limb are extensors، فأكيد المصل ده هي وكل إخواتها الجايين extensors، لأنهم الكومن أكشن بتاعهم إيه؟ كلهم معديين على الباك of the wrist، فكلهم بيعملوا extension للريست ما عدا exception وحيد فريد اللي احنا خدناها في الاول دون اللي هي البراكيوريدياليس، دي ما بتعملش اكستنشن. واخر عضله الوحيده الفريده دهين اللي اسمها الانكونيس. فكل المسلز اللي جايين دول اكستنسورز لانهم يعملوا كومن اكشن اكستنشن للريست. العضله دي اكستنسور، امشي كده معايا وشوف رفعها انسيرتد فين. انسيرتد في السكند ميتاكاربال بون، وانت عارف ان اي عضله بتعدي على الكاربال بون وتعمل اكشن على الكاربال بون يعني اكشن على الريست، وانسيرتد في الميتاكاربال دايما بنقول عليها كارباي. الكارباي ده هي بقى لاترال ناحية الراديوس ولا ميديال ناحية الألنا؟ طبعا ما دام احنا ناحية الراديوس تبقى ريديالس، وعشان كده يا جماعة العضلة دي اسمها اكستنسور زي الجروب كارباي عشان انسيرتد في الميتا كاربال بون واكتنج على الكاربال بون والريست جوينت، وريديالس عشان لاترالي ناحية الراديوس. بس في مشكلة يا جماعة، المصر اللي جاية extensor زي الجروب كلها وانسيرتد في السيرد ميتاكاربال بون تبقى كارباي، وناحية اللاترال اسبكت ناحية الريديوس تبقى ريديالس. ازاي افرق ما بين الاكستنسور كارباي ريديالس دي اللي جاية من فوق والاكستنسور كارباي ريديالس اللي جاية دي من تحت؟ ففي واحدة طويلة اللي جاية من فوق تبقى اسمها extensor carbi radialis longus، والقصيرة
اللي اوريجينيت اهي من لور بوزيشن ومن تحت، تبقى دي الاكستنسو كارباير جاليس بريفيس. بريفيس يعني الاصغر الاقصر. ويبقى اذا عرفنا اول عضله اللي طالعه من البريكيوم وانسيرتد في الريديس تبقى براكيور جاليس، وده اعلى اوريجين. تاني اوريجين فتحتيها على طول الاكستنسور كارباير جاليس لونجس، عشان دي اطول من الاكستنسور كارباير جاليس بريفيس. ماشيين اهو فروم لاترال تو ميديال. بعد ما خدنا الثلاث عضلات دول خش على واحده هتلاقيها باربعه تندونز. اربعه تندونز تبقى الله اكبر رايحه للميديال فور فينجرز اللي هم الديجيتس. تبقى دي اكيد اسمها اكستنسور زي جروب، تعمل اكستنشن للريست ديجيتورم. وخد بالك كومن مستيك دايما الطلبه تقول لك اكستنسور ديجيتورم سوبرفيشاليس، اكستنسور ديجيتورم بروفاندس. على فكره هنا في الاكستنسور ما فيش غير واحده بس اكستنسور ديجيتور، عشان كده لا في لا سوبرفيشاليس ولا في بروفاندس. ماشي، فالاكستنسور هي ديجيتورم واحده فريده. في بقى عندي واحده بعديها بتندون واحد رايحة للليتل فينجر، تبقى اسمها زي المجموعة اكستنسور. وعشان رايحة انسيرتد في الليتل فينجر تبقى اسمها اكستنسور ديجيتي مينيمي. ديجيتي مينيمي يعني الصباع الصغير. بعد كده هو الموست ميديال ماسل. الموست ميديال ماسل اكيد زي جروب اكستنسور، وانسيرتد فين بقى؟ دي انسيرتد في الفيفس ميتاكاربل. وما دام فيفس ميتاكاربل تبقى اكيد مين؟ اكستنسور كارباي النارس، لانها الموست ميديال مصل اللي ناحيه الالنا. ويبقى كده هو ما فضلناش غير عضله واحده بس على الباك اوف ذا البو جوينت. وناس كتير بتعتبر العضله دي اللي على الباك اوف ذا البو جوينت الهيد الرابعه بتاعه الترايسبس. عضله بيتقال عليها انكونيس. يبقى تاني اساميهم بالطول اهم كلهم مع بعض، براكيو ريديالس اكستنسور كارباي ريديالس لونجس، وراها اكستنسور كارباي ريديالس بريفيس. هم تندونز كتير أربعة هم، تبقى اكستنسور ديجيتورم. وهنا الديجيتورم وحيدة فريدة. الاكستنسور اهي بتاعة الصباع الصغير، تبقى اكستنسور ديجيتي مينيمي. اكستنسور كارباي، ودلوقتي بقى دي الموست ميديال وناحية الألنا، تبقى اسمها اكستنسور كارباي النارس. اخيرا المصل اللي على الباك اوف ذا البو دي اللي اسمها انكونيس. انكونيس بقول لك ايه، بتيجي في الام اس كيو كتير قوي يقول لك الموست لاترال تندون او الموست لاترال مصل في الجروب دي مين. طبعا الموست لاترال هي البراكيوريديالس. الموست ميديال مصل في الجروب ده هي مين؟ تبقى الاكستنسور كارباي النارس ناحيه الالنا. اوكي، نيجي بقى ناخد اوريجن بتاع العضلات الدهية. اول عضله اللي هي البراكيو ريديالس، احنا اتفقنا اسمها براكيو ليه؟ لانها طالعه من الارم وطالعه من الهيومرس. طالعه منين من الهيومرس؟ طالعه من الابر تو ثيرد اوف ذيس ريدج. اسمها ايه الريدج دي؟ دي الريدج اللي فوق اللاترال ايبيكوندايل. وانتوا عارفين مدام ريدج فوق الايبيكوندايل يبقى اسمها سوبراكوندايلر ريدج. والسوبراكوندايلر ريدج دي على فكره بقى والايبيكوندايل ده وان لاترال ولا ميديال؟ ده الصباع الكبير اهو على فكره. فيبقى دي يا جماعه اللاترال ايبيكوندايل، واللي فوقها دي اسمها لاترال سوبراكوندايلر ريدج. من الابر تو ثيرد اوف لاترال سوبرا كوندايلر ريدج بتطلع البراكيوريدياليس او العضل.
وتحتيها على طول اللور سيرد اوف لاترال سوبرا كوندرال ريدج، بيطلع منها العضله اللي بعديها في الترتيب اللي هي اكستنسور كارباي ريدياليس لونجس. بعديها خمس عضلات الاكستنسور كارباي ريدياليس بريفس، الاكستنسور ديجيتورم، الاكستنسور ديجيتي مينيمي، الاكستنسور كارباي النيرس. دول كلهم طالعين الاربعه دول بكومن اوريجين من اللاترال ايبيكوندايل، فرانت اوف لاترال ايبيكوندايل. وعشان كده هو ان الفرانت اوف لاترال ايبيكوندايل ده بيتقال عليه كومن اكستنسور اوريجين، شبه كده ويقابل اللي انت خدته في الفرانت اللي كان اسمه كومن فليكسور اوريجين. فهنا الفرانت اوف لاترال ايبيكوندايل ده الكومن اكستنسور اوريجين، برضو من اللاترال ايبيكوندايل بس طلع لوحدها مش في الكومن اوريجين، العضله الاخيره نمره 7 اللي هي الانكونياس. فالاوريجين بقى هنا امور قوي، كل السبع عضلات طالعين من ثلاث اماكن بس، upper two third of lateral supracondylar ridge يبقى brachioradialis، lower third of lateral supracondylar ridge العضله اللي وراها extensor carpi radialis longus. بعد كده هو الخمس عضلات الجايين كلهم أربعة منهم طالعين من الكومن اكستنسور اوريجين اللي هو فرانت اوف لاترال ايبيكوندايل، ونمرة 7 برضو طالعة من اللاترال ايبيكوندايل بس طالعة سيبريتلي لوحدها، هنا هو الانكونياس. فيبقى هو ثلاث مناطق ابر تو سيرد اوف لاترال سوبراكوندايل ريدج، لور سيرد اوف لاترال سوبراكوندايل ريدج، كومن اكستنسور اوريجين اللي هو اللاترال ايبيكوندايل، والانكونياس برضو من اللاترال ايبيكوندايل بس طلع لوحدها. ده الاوريجين ورا بعض. طب الانسيرشن بقى خدهم ورا بعض باين اهو كده اهو حلو قوي. هنا براكيو ريديالس يسموها براكيو عشان طلع من البريكيوم يعني من الارم، وريديالس لانها انسيرتد في الراديوس. فين بالظبط في الراديوس؟ السيرفيس ده من الراديوس، ايه رايك؟ واحنا كده وان دي ناحيه الصم. فين ده في الراديوس؟ ده في اللاترال سيرفيس اوف راديوس اباف البروسيس المشهور قوي ده، اسمه ايه البروسيس اللي عامل زي الشوكه ده اللي مدلدل؟ استايلويد بروسيس اوف راديوس. فالبراكيو ريدياليس انسيرتد ان ذا لاترال اسبيكت اوف راديوس اباف ذا استايلويد بروسيس. بعد كده وان الاكستنسور كارباي ريدياليس لونجس. هما ليه سموها كارباي؟ لانها انسيرتد في كاربال بون، انسيرتد في السكند ميتا كاربال بون. ثم الاكستنسور كارباي ريدياليس بريفس ليه سموها كارباي؟ لانها انسيرتد في السيرد ميتا كاربال بون. بعد كده هو انا عندي الاكستنسور كارباي النيرس اللي في الاخر خالص، هما ليه سموها كارباي؟ لانها انسيرتد في الفيفس ميتا كاربال بون. طب والاكستنسور ديجيتورم اللي في النص دي والاكستنسور ديجيتي مانيمي؟ الاكستنسور ديجيتورم والاكستنسور ديجيتي مانيمي بتروح جايه هنا هون ماسكه في كونفلونس اوف تندون. تندونز بيتقابلوا يعملوا وسعايه. ايه الوسعايه دي؟ حته كده هون على البروكسيمال فالنكس، على الباك اوف ذا بروكسيمال فالنكس، اسمها اكستنسور اكسبنشن. على الباك اوف ذا بروكسيمال فالنكس تندونز كتير كده هون بتيجي تتقابل هنا هون ويتحدوا مع بعض، يبقى اسمها اكستنسور اكسبنشن. دي على البروكسيمال فالنكس. ثم تمتد. تمتد بقى الاكستنسور اكسبنشن دي عشان تبقى انسيرتد في الباك اوف ذا ميدل and terminal phalanges. فيتكون نوع الاكستنسور ديجيتورا والاكستنسور ديجيتي مانيمي في الليتل فينجر، يتحدوا في الاكستنسور اكسبنشن على البروكسيمال فالنكس عشان يروحوا يبقوا انسيرتد في الحته الزرقاء دي في الباك اوف ذا بيز
of the middle and distal phalanges of the corresponding fingers. كل تندون رايح للفينجر بتاعه في الديجيتورم. والديجيتيمانيمي نفس الكلام بتتحد مع الاكستنسور ديجيتورم في الاكستنسور اكسبنشن وتبقى انسيرتد بعد كده في البيز اوف ذا باك اوف ذا ميدل اند تيرمينال فالنجيز. ويبقى ده الاسامي والاوريجن والانسيرشن بتاع العضلات بتاعتنا. فاضل بس كده هو بقى ان احنا نشوف الانسيرشن ده وانا على الحقيقه. البراكيوريديالس هنا هو مش باين الانسيرشن بتاعها. لكن باين لك بقى ايه؟ ادي الاكستنسور كارباي ريديالس لونجس، وادي التندون بتاعها امشي معاه. رايحه اهي عشان تبقى انسيرتد فيل باك اوف ذا بيز اوف سكند ميتاكاربال. وراها الاكستنسور كارباي ريديالس بريفس. اهي انسيرتد في الباك of the base of third metacarpal. ثم الاكستنسور ديجيتورم والاكستنسور ديجيتيمانيمي بيروحوا للكورسبوندينج فينجرز عشان يعملوا الوسعيه اللي على الباك اوف ذا بروكسيمال فالنكس اللي اسمها اكستنسور اكسبنشن، ودي احنا بقى ناخدها بالتفصيل قدام. ورايحه بعد كده بقى تمتد منها امتدادات عشان تبقى انسيرتد فيل باك اوف ذا بيز اوف ذا ميدل اند تيرمينال فالنجيز. بس دي مش باينه هنا هو. والاكستنسور كارباي النارس اهي في الفيفسي ميتا كاربال بون. طب الانكونياس دي بقى اللي طالعه سيبريتلي من اللاترال ابيكوندايل رايحه فين دي؟ واضحه قوي انها انسيرتد في العظمه البارزه دي السبكوتينيوس بون. اسمها ايه العظمه دي السبكوتينيوس؟ وانت بتبص كده على الباك اوف ذا البو العظمه دي اللي اسمها الاوليكرينون. الانكونيس انسيرتد في اللاترال اسبيكت اوف ذا باك اوف ذا اوليكرينون بروسيس اوف النا. طبعا يعني ده الاوليكرينون بروسيس اوف النا، فهي في الباك اوف ذا لاترال اسبيكت اوف ذا اوليكرينون بروسيس. دي العضله الاخيره اللي اسمها الانكونيس. كفايه كده الفيديو ده عشان ما يطولش قوي، وناخد بقى النيرف سبلاي والاكشن في الفيديو القادم. Thank you for good listening and good luck.